النوع الآخر من معدات الاصطياد هي معدات الطحن ميلينغ تول، ومثال على هذه هو معدات الجانك ميل. تستخدم معدات الطحن في حالة عدم إمكانية استخراج الصيد، وتكون العدة مطعمة بقاطعات من كاربيد التنكستن لتتمكن من طحن الصيد. تلاحظ ننزل هاي العدة اللي هي الجانك ميل على الصيد وتقوم بطحن الصيد، ثم بعد ذلك استخراجه بأحد أنواع معدات الاصطياد.